ولو ناداك صاحب سلطان تطمع في جاه عنده للبيت طمعا لما عنده. فمعرفة المنادي أصل في الاستجابة، والجاهل بربه كيف يستجيب لندائه. لذا رب العباد يوجهنا لهذه الحقيقة حتى نعرف قدره، فيقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جعلك تنشغل عن نداءاته لك وخطابه لك؟ ما الذي جعلك لا تقدر لله قدره؟ ويقول في أخرى فما ظنكم برب العالمين؟ هذا سؤال ليراجع كل منا نفسه، ما ظنك بربك؟ ما مدى معرفتك بخالقك؟ لابد أن ندرك هذه الحقيقة. فمشكلة البشرية الرئيسة عدم تقديرها لربها، ولو عرفنا قدره ما تخلفنا عن ندائه لحظة. وفي هذا يقول تعالى وما قدر الله حق قدره، بل يكررها في القرآن ثلاثا، وفي كل موضع يذكر جانب من جانب عدم تقديرنا له. قالها في الأنعام، سورة الأنعام، وما قدر الله حق قدره إذ قال ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال في سورة الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الآية تدفعنا دفعا للحديث عنها. فالآية الأولى تتحدث عن جانب معنوية، الآية الأخيرة تتحدث عن الجانب الذي لا تنازع فيه العقول، الجانب المادي المحسوس. رب العباد يدعونا للنظر في مكانتنا في ملكه. من أنت؟ أنت خلق، وخلق ضعيف في وسط مليارات الخلائق، كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يصف خلقنا ضعيف. لو حرك الله الريح لأهلكنا، لو حرك الله المياه لأهلكنا، لو هز الأرض لأهلكنا. من الإنسان؟ مخلوق ضعيف وجد على ظهر الأرض، أوجده الله بلا اختيار منه. منذ 100 عام من منا كان حي؟ ماذا كنا؟ بعد 100 عام الآن ماذا سنكون؟ لابد أن ندرك أننا خلق، وخلق مرحلي، ساعات محدودة، أيام محدودة وستنتهي. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق إلى آخر الآيات، ليدفعنا دفعا لنعرف حقيقتنا. مخلوق ضعيف وجد على الأرض لا يساوي ذرة في الملك، الأرض بكاملها التي وجد عليها كل البشر ما هي إلا كرة صغيرة في ملك الرب، تسبح حول الشمس لتكون ما يسمى مع 11 كوكب مثل هذا يسمى المجموعة الشمسية. ما حجم الأرض في الشمس؟ المادة الملموس. علماء الفلك يقولوا حجم الشمس وحدها يساوي 1,000,000 كرة أرضية، نحن والأرض لا نساوي واحدة على 1,000,000 من الشمس. ما الشمس التي تجري لمستقر لها؟ مجموعة صغيرة اكتشفها علماء المسلمين الذين بحثوا وأعمل الوحي لما وجههم لهذا الأمر، حتى وصلوا للمراحل، وصلوا للمجموعة الشمسية مع من تسبح فيما يسمى بالمجرة. هذه المجرة التي نحن فيها سموها بمجرة درب التبانة، اللي سماها علماء المسلمين، ولا زال هذا اسمها العلم الذي لا يعرف لها غيره، مجرة درب التبانة. مما ولذلك كل المجموعات التي فيها هم الذي سموها العقرب والدلو والحية، كل هذه مسمات عربية اللي سماها علماء المسلمين. لابد أن ندرك هذا التاريخ الذي غيب عنا. هذه المجرة تتكون من كم مجموعة شمسية؟ من 1,000,000,000 مجموعة شمسية، شمس مجموعات شمسية من أصغرها 1,000,000,000 مجموعة لتكون ما يسمى بالمجرة. والمجرة بكاملها عبارة عن حبة في عقد كبير جدا، مجرة من مليارات المجرات تسبح في الملك. وكل هذه تكون في النهاية صورة يراها الإنسان
زينة لسمائنا الدنيا كما قال الله عنها إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أي إنسان منا ينظر بمنظار معظم سيجد هذا مشهد الكواكب مع الحركة، تجد صفحة السماء عبارة عن مجموعة مئات اللوحات بل آلاف اللوحات، لو رسام يرسم في كل ثانية يخرج ملايين اللوحات، بعد ثانية واحدة مع حركة النجوم كوكب النجوم تتغير الصورة تماما، مشهد مع الناظر يخلق القلب. حتى النجوم نفسها زينة، لذا قال تعالى مبين هذه الحقيقة إن مش الكواكب بس، لا حتى النجوم إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وفي الآية أخرى قال فلت الآية لا أية تبارك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فالسماء الكواكب زينة والنجوم زينة، إذا ندرك هذا المعنى. هذه الزينة ما حجمها في السماء؟ كل الكواكب والنجوم مجرد نقاط صغيرة جدا لا تذكر أمام السماء. ما السماء؟ ما السماء؟ رب العباد يدعون لهذا الفكر فيقول تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، بل يطلب منا هذا، يستفهم، يقول حتى نجيب أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ما يسأل هذا السؤال إلا نجيب لنتحرك لنفهم لنحرك قلوبنا وعقولنا. من نحن بالنسبة للسماء؟ لا شيء يذكر. هذه السماء الدنيا مجرد كرة صغيرة تحيط بكل هذه الكوكب النجوم، كرة صحيح نراها قبة، لكن من في الكرة الأرضية من الناحية الثانية يراها قبة أخرى، هي في النهاية كرة صغيرة جدا في باطنها تسبح كل هذه الكوكب النجوم، كل الخليقة. هذه الكرة الصغيرة رهيبة جدا، كيف بلغ إتقانها مع شدة اتساعها وقوة إحكامها لم تحتج لعماد واحد يرفعه، كما قال تعالى بغير عمد ترونها، على قولين لها العلم، قول قال يعني لها عمد لا ترى، وقول قال لا عمد له، ده قول الجمهور أنها بلا عمد، لا تحتاج مع شدة الإتقان إلى عماد. انظر، أعمل فكرك، أعمل طاقتك، كما قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى عيب واحد؟ عيب واحد. السماء فسيحة والخلق كبير، انظر استخرج عيب واحد ثم ارجع البصر كرتين مرات، تكرار، كرر كما شئت، ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا، لن تجد إلا كمالات الخلق. هذه السماء الدنيا كرة من سبع كرات لا علم لنا بها، العليم الخبير علمنا أنها سبعة، يحيط كل سماء بالتي قبلها. قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات انطباقة، سبع طرائق. كل هذه المعاني تدفعنا دفع للبحث لمعرفة ما حجم السماء الدنيا التي نحن فيها بالنسبة للسبعة. قالوا كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين الإنسان من هذا؟ أين نحن من هذا كله؟ خلق لا ذكر له، لا ذكر له، رب العباد ينادينا. ومع هذا بيّن تعالى أن هذه السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة لملك الله ذرة صغيرة تكاد تذكر، فيعطينا بيان دقيق حين يقول وسع في آية الكرسي التي نتلوها دبر كل صلاة، يختمها تعالى بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظ الكون كله وتدبير الأمر كله. وسع كرسيه، ما كرسيه؟ كرسي الرب غير عرشه، الكرسي ما أضعه رب العباد تحت قدميه. وسع السماوات والأرض، أي أيوة والله، والنبي بين هذا، فبين أن مثل السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي كحلقات في الفلاة، لو ضعنا خاتم في صحراء الجزيرة الممتدة من البحر الأحمر غربا إلى الخليج العربي شرقا ومن الشمال العرق شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، كم حجم الخاتم في الصحراء؟ السماوات السبع والأراضين السبع بكل ما فيها بالنسبة للكرسي حلقة في الفلاة. قال والكرسي في العرش حلقة في الفلاة، أين نحن من رب العرش؟ لذا تأتي الآية
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تخيل كل الأرض بكاملها فقط، لا قال والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع بكاملها بحجمها الرهيب هذا تطوى في يمين رب العالمين. والنبي يصف هذا المشهد فيقول تجمع الأرض وتطوى السماوات في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. تخيل أن رب العرش العظيم، رب هذا الملك الذي تطوى السماوات والأرض في يمينه، يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب مخلوق مثلك، من أنت؟ من أنت حتى تعرض عن ندائه أو تغفل عن ندائه أو تجهل قدر من يناديك؟ فإن كان منادينا كريم نلبي لكرمه فأين كرمهم كرم الكريم؟ وإن كان ينادينا عالم نلبي ندائه طمعا في علمه فأين علم أهل الأرض جميعا من علم رب العالمين؟ رحم الله رضي الله عن خضر لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر فرأى عصفور ينقر في ماء البحر من خارج، قال الخضر لنبي الله موسى أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء أذكر. قال فعلمي وعلمك. علم من؟ الخضر اللي آتاه الله علما من لدونه وعلم نبي الله موسى، وده أعلم خمسة من أهل الأرض في التاريخ كله، خمسة من العزم. قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله تعالى كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. وقس على هذا صفاته، كرمنا جميعا وكرم أهل الكرم في كرم الله قطرة في بحر لا ساحل له. عطاء الخلق مهما على نافذ منتهي، وعطاء الله بلا حدود، ما عندك منفذ وما عند الله باقي. تخيل رب العباد هو الذي يناديك، ماذا وراء ندائه؟ يقينا الكمال كله، الكرم كله، العلم كله، الخير كله. لو عرفنا قدر المنادي نعرض، لا نصغي، لا نحول طاقاتنا كلها انتباها لتلقي هذا الأمر الكريم من رب العالمين، من نحن؟ الصحابة لما عرفوا هذه المعاني، يقول درار بن أزور كان علم طالب إذا توضأ عشان يدخل على الصلاة فقط ترتعد فرائصه ويصفر وجهه، فسألته لما كل ذلك؟ قال ويحك، أما تدري بين يدي من سأقف الساعة؟ بين يدي من سأقف؟ بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نفسه يعلمنا سنة في صلواتنا، إن وقفنا بين يديه نقول عند رفع من ركوعنا، إذا رفعت ظهرك وأعانك الله على رفعه بحوله وقوته تقول سمع الله من حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد أن لله الكمالات كلها، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، ما خرجنا عن كوننا عبيد. عبيد، ما لم تدرك أنك عبد أمام رب كيف تعي حقيقة ندائه؟ كيف تستجيب لندائه؟ يا حرف، وجاء بالنداء بحرف البعد كما قال أهل اللغة، لم يأتي بنداء القريب. النداء عندنا له حروف، ياء وآياء وآ، الهمزة، الهمزة القريب، الياء للبعيد. لماذا جاء بياء البعد مع قربه تعالى؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليبيننا بعد المكانة للمكان. هو قريب يسمع النداء، مجرد ما تقول يا رب كما جاء في الحديث يقول لبيك عبدي وسعديك، لبيك عبدي وسعديك. تخيل رب العباد يفتح لك بكرمه أبواب كرمه وفضل أعضائه، وأنت الذي تعرض، وأنت الذي تغفل، وأنت الذي تلهو. من أنت؟ أنت مسكين تائه، تائه، الذي لا يعرف قدر الله تائه يقينا. نحن في توهان كبير، لابد أن ندرك هذا المعنى. يا نداء من الله، لابد أن تعرف أن الله نداك لتعرف مكانته، لتعرف منزلته، لتعرف أن له الكمال كله. وكلنا شغالين بالليل والنهار نسبح، هو ما معنى تسبيح؟ هو ده وصف الله بالكمالات كلها.
ولذلك كثيرا ما يقرن القرآن بين التسبيح والحمد، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك. والنبي كان كثيرا ما يقول هذا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، وهكذا. لماذا يقرن بين التسبيح والحمد؟ أنا شخصيا هذا الأمر حيرني فترة طويلة، لكن وجدته في النهاية بفضل الله وكرمه من عليه. إيه معنى التسبيح؟ وإيه معنى الحمد؟ كلنا نقول التنزيه، تنزيه عن إيه؟ يا إخواني، ربط الله بين التسبيح والحمد لأن بينهما التدخل شديد، وكلاهما متعلق بذات الله. سبحان الله لها معنى أصلي ولها معنى فرعي، والحمد لله لها معنى أصلي ومعنى فرعي. المعنى الأصلي في التسبيح فرعي في الحمد، والمعنى الأصلي في الحمد فرعي في التسبيح. معنى التسبيح تنزيه الله أصلا عن جميع النقائص، ما في نقص ولا صفة نقص يوصف بها الرب بحال، تنزيهه عن جميع النقائص، ده الأصل في معنى التسبيح. ويأتي تبعا لها تنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل. الحمد عكسها، تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل. طبعا الناس فهم الحمد عن الشكر أو الحمد لله بس انتهت، لا، الحمد تعني أن الله موصوف بجميع الكمالات التي لا مثيل له في كمالاته قط، ليس كمثله شيء، فتنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل، ويأتي تبع لها تنزيهه عن نقائص. فالجمع بين التسبيح والحمد جمع بين الأمرين، فننزه الله تعالى عن جميع النقائص أصلا وفرعا، وننزه الله تعالى عن أن يكون له في الكمال مثيل أصلا وفرعا. هذه معاني دقيقة لابد أن ندركها إذا سمعنا النداء يا يا، فنعرف أولا من المنادي. النداءات في القرآن أخذت صورتين، إما نداء عام لكل البشرية، يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الإنسان، وهذه عادة في العقائد وفي توجيه الخلائق العام في الآيات الكونية. لكن النداء هنا نداء خاص، يا أيها الذين آمنوا. سنأتي على الذين آمنوا، لماذا خاطب مؤمنين؟ يعني خصك من بين العالمين واختارك، سنأتي لها بشيء من التفصيل. يا، خلينا في الليل الآن، فمن المنادي؟ إن عرفت أنه الله، هذه الكلمة تخلع القلوب. الشيخ لما يقرأ يقول الله واقف عندها، لابد أن نستحضر كل هذه المعاني، بل ما ذكرناه جزء من المعاني. الكمالات كلها لله، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لابد أن نستحضر هذا المعنى مع كل نداء في القرآن الكريم. أنت بتقرأ، العمل يقرأ، ها، وكل همه بس يجمع أكبر قدر على أكبر عدد من الحروف. يا إخواني، ليست هذه الغاية كما بينا بالأمس، إنما الغاية أن نعي عن الله مراده. الملك يناديني وأنا كل همي بس أخذ أجر سماع كلماته، ولا مطلوب نعايش؟ المعيشة دي عايز إنسان حاضر قلبه، كما قال تعالى إن في ذلك في القرآن كله لذكرى لمن؟ للكل أبدا، قل لمن كان له قلب. صاحب القلب الحي هو الذي يعي عن الله كلامه فقط، لا فتح لنا باب آخر، قال أو ألقى السمع وهو شهيد. إن لم يكن قلبك حاضر حي، أصغي لله وانتبه مع الإصغاء، ألق السمع لله، اعطه سمعك، نعمة منحها لك، لا لتعطلها، إنما لتوجهها إليه لتشكره عليها بسماع كلامه. أو ألقى السمع، انظر العبارة، ألقى السمع، أعطى سمعه كله لربه وهو شهيد، يحاول أن يعايش ما يسمع، أن يعي ما يسمع، أن يدرك ما يسمع. لذا يقول عمر رضي الله عنه لئن أسافر 40 ليلة 40 ليلة لأعرب آية في كتاب الله، أفهمها، أفهم معناها، أحب إلي من أن أعكفها في مسجد النبي هذا، أصوم نهارها وأقوم ليلها.
أتظن أنك تأخذ أجر على الحرف قراءة ولا تأخذ عن الحرف تدبرا أضعاف هذا من أجر؟ يا إخوانا ده آية واحدة كلمة واحدة يعيها القلب لا يعدلها في الميزان شيء شيء. كلمة التوحيد لو عايها قلبك، أي كلمة في القرآن يعيها قلبك، يعيها قلبك، لا يعدلها في الميزان عدد الحروف. هذا معنى خطير جدا جدا. وفي الحديث الصحيح حديث البطاقة، حديث البطاقة إن رجلا يفرد له من القيامة تسعا، يوضع له الميزان يفرد له 99 سجلة، السجل مد بصري طول الكتاب مد بصري 700 كيلو، 7 كيلو اضرب في 99 دخلنا في 700 كيلو. قال كلها سيئات ليس فيها حسنة، ليس فيها حسنة. فيقول تعالى لعبد المحاسب: يا عبدي لا يظلم أحد عندي، إن لك عندنا بطاقة، بطاقة قصاصة ورق، ولذلك سموها حديث البطاقة. فيقول عبد المحاسب: وما تصنع البطاقة يا ربي؟ هتروح فين البطاقة في 99 سجل كلها سيئات؟ أين تذهب؟ فيقول تعالى يا ملائكتي: وماذا بالبطاقة؟ ليقررهم على هذه الحقيقة. يقولون: ربنا قال يوما، قال يوما من قلبه، قلب حاضر في لحظة، في لحظة، قال يوما من قلبه، من قلبه لا إله إلا الله. قال زنها بعمله. قال النبي: فطاشت بالسجلات. ما الذي يعدل معنى تعايش عن ربك، معنى تعيشه مع كلام ربك، معنى تعيه عن خالقك؟ يسأل علم طالب: هل خصكم رسول الله للبيت بشيء من الدين؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله. هذا أعظم ما خصصنا به، فهما يؤتاه أحدنا لكتاب الله. يا إخواني مطلوب الفهم. إذن النداء أولا: يا من المنادي؟ طيب من المنادى؟ هنخليها درس غد حتى لا أطيل عليكم، خاصة أن إخواني بنبه علينا لا نطيل. خلينا اليوم في المنادي وغدا في المنادى. أكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، ما شاء الله تبارك الله. سمعنا كلام الدين والإيمان، كلام عظمة الله، ولا بد أن يفهم الدين حاجتنا ومسؤوليتنا، وكل واحد من يقول لا إله إلا الله هو نائب الرسول.